السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم المعلمة عدوية إسماعيل الخفاجي من مدرسة الديار الابتدائية. درسنا لهذا اليوم هو محفوظة أصحابي من كتاب القراءة للصف الأول الابتدائي. حبايبي الحلوين، كل محفوظة ما نقراها بالكتاب ولا نكتبها بالدفتر، وإنما نحفظها على الغيب، نظل نسمع التسجيل إلى أن نحفظها. معنى أصحابي يعني أصدقائي. هنا هذه الصورة مجموعة من الأصدقاء مجتمعين مع بعضهم يلعبون سوية. حقرأ كلمات المحفوظة وأريد تسمعوها وترددوها من بعدي. أهلا أهلا يا أصحابي، أهلا أهلا بالأحباب، كل صديق لي أرعاه، أبدا أبدا لا أنساه، نحن جميعا جند الوطن، عشت بلادي طول الزمن. انتهت المحفوظة. حبايبي الحلوين، تسمعون التسجيل أكثر من مرة إلى أن تحفظوها على الغيب. نلتقي إن شاء الله بدرس جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.